تعود الكرة ملعوبة تصويبة قوية هدف محاولة هدف كاد أن يأتي الهدف ماذا يقول حكم المباراة إن الكرة تجاوزت خط المرمى هدف أكثر من رائع لمحمد جلال روعة 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 يتلقى التحايا يتلقى يلعب محمد كدوح ممكن جول ممكن جول ممكن جول 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 ممكن الهدف الخامس الشوط الاول محمد كدوح بمر عم يستمر المهارة عم تستمر هالمرور ما أشمل هالكرات يا محمد كدوح عم يستمر انطلق هرب لعب العرضية وين العرضية جول محمد كدوح سريع محمد كدوح بمر بيلعب كرة عرضية أمامية خطيرة لمصلحة نادي العهد استلام خطيرة الكرة الماضية تسديدة والهدف الأول الهدف الأول لمصلحة نادي العهد عن طريق محمد كدوح في خطأ كبير في إبعاد الكرة الماضية من دفاع نادي فنجة محمد كدوح الهدف الأول شوف الاستلام في الكرة الماضية خلص يا نذير خلص يا نذير خلص يا نذير خلص يا نذير من اللي خلص فجأة هدف ثاني محمد كدوح عم يستطيع ان يسجل الهدف الاول لفريق العهد التبديل كان بمكانه محمد كدوح بارتقاء راس عالي لعب كره هناك منطقه الجزاء الكره في الغلط والكره خطيره 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 جول 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 ما معهوش طرد اللحظات الخطا يعني هدف والهدف يعني تسديدات والتسديدات يعني استيعاب بالصداره ونبتعد بالصدارة يعني حسم اللقب لما ماك عم تكون منصور يعني يلعب كراته جميلة جدا بالوقت هناك محمد كدوح بيحصل المطر جول تاني جول تاني جول 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 العهد عم ينهي العهد عم ينهي نتيجة المباراة وهيدا الهدف عم يهديه طبعا محمد كدوح للوالدة بكل بساطة شوفوا هيدي التمريرة من هيثم فاعور إذا ما كنت غلطان لعند محمد كدوح يا سلام محمد كدوح شو كيف بينطلق شو كيف بينطلق محمد كدوح شوف كيف حجز الكرة شوف كيف سدد ما معقول محمد كدوح واحد من المهاجمين يلي يعتبروا من الطراز الرفيع محمد حيدر سدد تسديد صدي يا سلام على تسديد محمد حيدر يا سلام على تسديد وأيضا خطأ من حارس مرمى علي خاوي تسديد جول ايضا مع انطلاقه محمد حيدر على الجهه اليمنى خطير جدا بتحوم منطقه الجزاء تسديده مباشره جول جول محمد انت مش حيدر انت محمد كدوح انت هداف العهد انطلاقتك كانت صاروخيه وتسديدتك كانت صاروخيه We'll be right back.
هناك انت بقى محمد ابو الشيخ لما نضرب الكره عظيم جديد خاصه عن يبقى المباريات هو عشان كره القدم دلوقتي بلال نجدي بيحاول يمرر محمد حيدر الطويل عبيدي يا